سيناريو الوقوف في باركن الباص، باص المواصلات. سلك الفاحص، وقف في بارك الباص، رايه وسط، اشاره يمين، تدخل من اوله وتدخل من نص مسارك، لا تقرب على الرصيف، تدخل من اوله وبتصف اخره، تمام؟ لكن لا تدعس بنزين جوا باركن، خلك على البريك، وخلي مسافه امان، لا تلزق بالباركن من الاخير عشان الطلعه تكون امنه. ستوب، اربع عشاير، هاند بريك، باركن. وفي احتمال يقول لك وقف في باركن الباص يكون في مركبه جوا واقفه او سياره، طبيعي نفس الاليه، مرايه وسط، بتخفف السرعه، اشاره يمين، تدخل من اوله وبتصف ورا السياره، وبتخلي مسافه الامان انك تضلك شايف الاطارات الخلفيه للسياره. طيب بالطلعه ممكن يجي دورك انت حتطلع السياره من باركن الباص، نزلنا الجير هاند بريك، لازم تطفي الاشارات اربعه، في طلاب كثير بيطلعوا بينسوا يطفوا، حطينا اشاره يسار، ميلنا السيارة شوي، بس ميلناها شوي عشان نكشف الطريق، تمام؟ مسارين فاضيين، كتف وبتطلع، وبتطلع بانطلاقة قوية. طبعا أول شيء بتطلع بانطلاقة عادية، بس تصير سيارتك سيدة أعطيها انطلاقة قوية. إخوان، أهم انطباع في اختبار القيادة هو الانطلاق. ليش؟ لأنه بالانطلاق بيطبق الثلاث قواعد الأساسية للقيادة الآمنة: التحكم والسيطرة، الانتباه والتركيز، والقواعد والإرشادات المرورية. أتمنى لكم قيادة آمنة.